إذا المحكمتين هذول يعني حكموا فعلا أن الطفل هذا عم يتعرض لشيء لا يمكن لا يمكن محكمتين تخطي طيب. في أن الطفل هذا يتاخذ إذا ما في أسباب قوية لأخذ طيب. الأسرة. سيدة سونيا دعني أيضا هناك قناة الكومبس في لها ندوة بخصوص أخذ الأطفال من قبل دارة الشؤون الاجتماعية، أقرأ عليك ما قالته الناشطة إليزابيث في كلمتها في هذه الندوة في الشهر الثامن من عام 2018 عن مسيرته وتاريخ قانون السوسيال في السويد، وذكرت أن دارة السوسيال لا تقوم بتطبيق القانون كما هو مكتوب أو أن تقارير دارة السوسيال يتم مصادق عليها في المحكمة بنسبة تقارب 98%، وأنها عندما قررت مع حوالي 40 محاميا للاحتجاج على السوسيال لتعسفه وعدم التزامه لم يجدوا أي جدوى أو نفعا، فتوجهوا للمحكمة الأوروبية ولم يسمح لهم بالكلام هناك لتسليط الضوء على هذه القضية سوى لمدة 5 دقائق فقط. هناك أيضا من يقول سيدة سونيا بأن المحكمة الأولى تقرر أو تفصل لصالح الطفل دون النظر في تفاصيل القضية. أيضا هناك كما ذكر سيد جامو بأن هناك بعد 6 أشهر سيكون له أيضا جلسة في المحكمة النهائية للبدء في قضية طفله موسى. سيدة سونيا كيف يمكن أن نقول الذهاب والحل في المحكمة والمحكمة في أول جلسة بحسب كثيرين تصطف إلى جانب الطفل ومسألة أخذ وسحب الطفل عن ذويه دون النظر في قضية في هذه القضية وتفاصيل هذه القضية؟ تفضلي سيدة سونيا. أصل استحالة محكمة تأخذ طفل بس عشان خاطر يعني ما فيش ما عندهاش حاجات تأكد ان في مشاكل دي حاجة، لكن في انا ممكن اقول الحقيقة ودي انا بعملها دايما في ندواتي مع السويديين. الحقيقة ان في بعض المتخرجين الجدد اللي بيشتغلوا في السوسيال سكرتيراري بيطبقوا القانون حسب فهمهم، في نقطة يعني في خطأ. في ايضا ممكن نقول ان في عنصريه بس ما هيش 100%. وكمان ايضا انت عندك حق في السويد بتاخده. اللي انا بقول احتمال كبير ان المحاميين السويديين يعني مش قادرين يفهموا المواد اللي في حقوق الطفل اللي اصبحت قانون في السويد، كذا ماده فيها بترفع في صالح الاهل. فهمت ازاي؟ انا عندي لسه طويله حتى كتبتهم قدامي اللي هم ممكن اذكر ارقام منهم سريعا. عملت بالاحمر يعني الماده رقم 9 اللي بتقول الاهل والاطفال ما يتحرموش من بعض. انا اشتغلت مع العائله اللي ذكرتها قبل كده في الكونتيس، استعملت المواد دي هيك. مش محاميه. يعني لازم عشان كده انا هحط كل قوانين دي المواد دي على الصفحه بتاعتي عشان اهل حبايبي في السويد يبقوا عارفين عشان اولادهم يروحوش منهم. بعدين عايزه اقول حاجتين، الاخ عارف ذكر الادمان، في ادمان تاني عشان احنا مثلا ما بنشربش الخمور لكن ممكن رجالتنا بيلعبوا بالفلوس بالورق، عرفت؟ ده ادمان شامل انا بشوفه بعيني لما بروح ازور المناطق اللي فيها كتير ناس من الاجانب. يعني بيروحوا يضيعوا فلوسهم، طب فين الفلوس للاكل؟ خد بالك احنا بس بنتكلم على خطأ السويدين، لازم نتكلم على خطأنا ايضا. وبعدين بالنسبة للأستاذ جامو انا عايزة الأوراق بتاعته يبعتها لي، وبعد ما اقراها وهتكلم مع الأستاذ عارف ونشوفه سوا، وبعد كده نرجع له ونشوف الثغرات ايه ونشوف نقدر نساعده ازاي بدون فلوس. جميل، إذا عرضت عليك المساعدة سيد جامو وسيدة سونيا، ماذا تقول؟ أوكي ما عندي مشكلة. إيه يعني في نقطة. تفضلي ممكن أقول حاجة؟ تفضلي. حاجة مهمة جدا يا أستاذ جامو، الحمد لله أستاذ جامو أنت مش جاهز، لأن لو كنت جاهز كان فضوا ولادك التانيين. أنت في السليم. اسأل أستاذ عارف مش رأي سونيا رأيها صح كده؟ أب العشر إياه أولاد لو كان بيضرب واحد كان هياخد الكل، صح ولا لا؟ صح. طيب انا قلقي هلا على موسى انه هو راح مشان المدرسه وبعد الامور يعني كان يظهر شوي لبرا، فلما اخذوه السوسيال لازم يكون بحاله احسن،
فابني صار للأسوأ، ابني هلق من هذا العام خالص ما راح على المدرسة، يعني عمل إضراب على المدرسة نهائيا، بس بده أهله وعم بيظهر لبرا كثير، أكثر من 20 مرة هرب من عندهم، عند عائلة الحاضنة وإجى لعندي على البيت.